السلام عليكم. من المزايا اللي موجودة في ريفيت 2020 ألا وهي إن أنا أقدر أعمل فلتر بالارتفاعية. على سبيل المثال عندي لايتنج ديفايس، حطيت ده مثلا على ارتفاع 1500، وحطيت على ارتفاع 1000، وحطيت على ارتفاع 600، وحطيت على ارتفاع مثلا 300. تمام، خليكم فاكرين الارتفاعات. طيب أقول له في في، أنا نسيته، فلتر، وأقول له أنا عايز أضيف فلتر جديد، واقول له سمي لي الفلتر ده مثلا ال، واقول له ال ال دوت خاص باللايت فلتر باللايت ديفايس. تمام. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الاليفيشن. طيب هنا هيبقى بيساوي مثلا اكتر من 600 مثلا. تمام، اقول له ابلاي، واقول له اوكي، واقول له اختار لي ال ال، واقول له ال ال ديت ال ال دي خلي الخطوط بتاعها مثلا احمر، واقول له اوكي اوكي ابلاي اوكي، هتلاقي ده بقى لونه احمر. تمام. طيب لو غيرته ل200 خلاص مبقاش لونه احمر. طب دوت وده لو خليناه مثلا 900، سوري الارتفاع بتاعه خلينا مثلا 900، خلاص بقى لونهم احمر. فانا اقدر افلتر بالارتفاع من العرضية، ودي كنا بنطالب بيها من زمان، الحمد لله استجابوا لنا اخيرا.